الاستقلال بنادي القضاء. النهارده الصبح توافد المئات من القوى السياسيه المختلفه والقضاء لمقر دار القضاء العالي انتظارا لوصول معالي النائب العام لمكتبه. كان في ناس بتدعم بقاء النائب العام في منصبه. تعالوا نشوف التقرير ونشوف ايه اللي حصل ونرجع تاني. غداة قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في منصب آخر، تجمع المئات صباح اليوم أمام دار القضاء العالي مقر مكتب النائب العام الذي وصل وسط إجراءات أمنية مشددة، واجتمع مع رئيس نادي القضاء وعدد من رجال القضاء، وخرج محاطا بهم إلى أن استقل سيارته متجها إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس. وظل المشهد أمام دار القضاء منقسما بين المطالبين باستمرار النائب العام وعدم التدخل في شؤون القضاء يمين دار القضاء، والمطالبين بإبعاد النائب العام يسار دار القضاء. ليه ما نحاربش الفساد أيا كان مصدره وأيا كان نوعه؟ ما فيش حد كبير على الفساد، اللي يفسد يتعاقب. مع قرار محمد مرسي في إقالة النائب العام، والنائب العام هيفضل علينا مدى الحياة؟ هيفضل 100 سنة علينا النائب العام؟ والله أنا موجود قدام دار القضاء العالي لتأييد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام. صدور القرار في التوقيت ده صدوره في توقيت غير مناسب. البلد مش ناقصة قلائل، احنا عايزين استقرار. أنا ما كنتش نازل وأنا مش مع النائب العام ولا أي حاجة. أول ما قالوا النائب العام قدم استقالته مفيش مشكلة، إنما يطلع إن النائب العام يقول أنا ما قدمش استقالتي بيوصل لحد وما ينشلش بالطريقه دي. من جهه اخرى، تقدم المهندس الدكتور ممدوح حمزه ببلاغ الى مكتب النائب العام ضد الاعتداء على عدد من المتظاهرين في التحرير امس. اكثر من 250 مصاب، وعندنا محاضر اتعملت امبارح في القسم، وعندنا تقارير طبيه في المستشفيات على الاصابات اللي تمت، وعندنا ادله صوت وصوره بالاعتداء على المتظاهرين واعتداء على المنصه وتكسيرها. فاحنا عاوزين النائب العام، مكتب النائب العام يحقق ويحط المتسبب في ذلك امام القانون. هل من دور الانسانيه لرأب الصدع ولم الشمل مره اخرى بدل هذا الانقسام؟ في اجتماع النهارده الساعه 7 لجميع القوى الوطنيه لمحاوله طبعا لم الشمل، بس انا النهارده أرجو تطبيق القانون. وعقب عودته من قصر الاتحادية، عقد المستشار عبد المجيد محمود مؤتمرا صحفيا. احنا مجلس القضاء الأعلى بدعوة كريمة من السيد رئيس الجمهورية، رحنا قابلنا السيد رئيس الجمهورية وقابلنا السيد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وبحثنا كل الظروف والملابسات التي ادت الى هذا القرار، وانتهينا الى ان احنا النائب العام بيطلب البقاء في منصبه. مجلس القضاء بيننا في هذا، والسيد رئيس الجمهوريه استجاب لهذا الوضع وقال خلاص ما دام ده رغبتك فضل سيادتك. إبعاد النائب العام أو استمراره أزمة كادت تقسم الشارع المصري، لكن الرئيس أنهى ذلك بلقائه النائب العام وقراره باستمرار عمله. إيمان التوني، 90 دقيقة، قناة المحور.